يعني طيب إذا ما بالعيد. كنا نتحدث عن خلاف بين تلك الأطراف دكتور، كيف ستؤثر اليوم تصريحات بلعيد باعتقادك على الاستفتاء المقرر في 25 من يوليو تموز الجاري الحالي؟ طبعا هي في نهاية المطاف أنه قيس سعيد بقي لوحده، حتى الذين تشاركوا معه في المؤامرة الآن ينفصلون عنه، وبالتالي سيصبح موقف قيس سعيد لوحده، ولم يبقى له سوى استخدام القوة الصلبة، يعني وزارة الداخلية والجيش إذا أراد تصفية الخصوم. ولكن هذا الاستفتاء الذي ليس له أي مبرر على أي شيء سيستفتي، هذا الآن لديهم اختلاف، إضافة إلى ذلك أنهم هم قاموا بعملية ما يسمى الاستشارة الوطنية. الاستشارة الوطنية لم يشارك فيها من الشعب سوى 5%، يعني من 12 مليون 500 ألف شخص. هل هذا يرشح أو يكون مبرر داعي لكي يستطيع الذهاب إلى استفتاء؟ استفتاء على أي ماذا؟ على الفراغ؟ النقطة الثانية، هؤلاء الذين هم اختلفوا فيما بينهم هم الذين سيضعفوا موقف قيس سعيد، وهذا الاستفتاء أعتقد أنه كثير من الغالبية الشعب لن يصوت له، لأن هي أصلاً أصبحت مسرحية مكشوفة أمام الجميع. ويجب أن نتحدث، أنا رغم أن نتحدث بشكل تحليلي سياسي، ولكن أرى أن المشهد السياسي في تونس بدخول هؤلاء الأطراف أو هذه الشخصيات العبثية حولت التجربة الديمقراطية، حاولت اغتيال التجربة الديمقراطية التي كانت هي في تونس تجربة رائدة، وكان بإمكان الإصلاح جملة من الإصلاحات وتحقيق نمو وتحقيق إصلاحات حقيقية داخل البلاد رغم ما فيه من الدستور الآخر في بعض من الهناك. لكن نحن الآن أمام عصابات وميليشيات الآن تتآمر من يفرض قوته ومن يفرض أجندته على الآخر. واضح أن نحن الآن هذه الأزمة ستتطور، ستزداد أكثر حدة، إلا إذا يعني أعتقد أنه أيضا حتى الكثير من الأحزاب السياسية كلها انسحبت على هذا الإطار ولم يعد أي قيس سعيد بقي لوحده. وهؤلاء أيضا هؤلاء الذين تآمروا هم الذين حرضوا قيس سعيد على الانقلاب، وهم الذين دفعوه إلى صياغة الانقلاب على الدستور نفسه، وتأويل فصل 80 من الدستور من دستور الثورة على 2014 بتفسير خاطئ. الآن قيس سعيد هو الذي الآن استخدمهم ورماهم إلى مزبلة التاريخ، وربما سيفرض قيس سعيد الآن يفرض ما يسمى سلطة الأمر الواقع ويحكم بمراسمه وبدستوره، حتى ولو انتخب او يعني ذهب الشعب الى 2% او حتى 0%. فقيس سعيد ماض في مشروعه، رغم هناك بعض الدول التي هناك بعض القوى الدوليه التي رفضت مثل هذا المسار او مثل هذه التوجهات او مثل هذا المشهد السياسي العبثي. لكن نحن الان ازمتنا في نخبه يا اخي الكريم، الآن أزمة الثورة التونسية أو أزمة المسار الديمقراطي في تونس هو أزمة هؤلاء الذين يتآمرون ويشتغلون لأجندات أخرى. عندهم مشكلة مع الإسلام. أردنا أن نتحدث أن نقول عندهم مشكلة مع الإسلام، عندهم مشكلة مع هوية الشعب، عندهم مشكلة مع الحرية والديمقراطية، عندهم مشكلة مع خصم سياسي ربما له مرجعية إسلامية، عندهم مشكلة مع أبناء الثورة مع القوى التي تدعم الثورة. هؤلاء مشكلتهم لأنهم مرتبطون بشكل واضح بأجندات عائلة متنفذة اقتصاديا، هناك عائلات في تونس متنفذة اقتصاديا وهؤلاء يحركونهم، إضافة إلى ذلك هناك أجندة الفرنسية التي تريد أن تفرض يعني تصورها ومقاربتها في تونس.